السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع البلاد فلوكس أو المقصود بيها الشستوسوما سبيشيز. الشستوسوما سبيشيز احنا عندنا ثلاثة مين سبيشيز بيعملوا انفكشن للإنسان، هما الشستوسوما هيماتوبيا، شستوسوما مانسوني، اند شستوسوما جابونيكا. في المحاضرة ديت زي ما احنا متعودين في كل المحاضرات بنتكلم عن المورفولوجي بتاع البارازايت، وبنتكلم عن اللايف سايكل، بنتكلم عن الكلينيكال بيكتشر بتاعته والدياجنوزس والتريتمنت بتاعت الامراض اللي بيسببها، ازاي نعمل بريفنشن وكنترول للانفكشن دي. بالنسبه للشستوزوما سبيشيز هنلاقي ان احنا في بعض اختلافات بتفرق الشستوزوما سبيشيز عن باقي التريماتودا اللي اخدناها في المحاضرات السابقه، ان هي احنا متعودين بنقول في التريماتودا ان هي مفيش عندنا ميل وفي ميل، لا هنلاقي هنا في الشستوزوما ميل وفي ميل سيبريت سكس. كمان هنلاقي الفيميل سلندريكال على الرغم من ان كل التريماتودا بتكون ليف لايك يعني زي ورقة الشجر او فلات. غير كده كمان ان هما بيعيشوا في البلد لان هما بلد فلوكس وبيتغذوا على الهيموجلوبين. بنلاقي الانتستاينال سيكا بتاعتهم بيحصل لها يونيون تاني كمان مرة، وبتبدأ ان هي في النهاية بيبقى فيها عندي بلايند سيكم في النهاية. التستيس احنا متعودين دايما نقول اتنين اتنين، لكن هنا بيبقوا اكتر من اتنين، عددهم اكتر من اتنين. الاجز في كل التريماتودا كان عندها اوبيركولم، ولكن هنا في الشستوزوما مفيش اوبيركولم، لكن بتتميز بتاعت الشستوزوما ان فيها سباين شوكة. كمان مفيش مرحلة اسمها مرحلة الريديا هنا في الشستوزوما، مبقاش موجودة. غير كده كمان السركاليا بتاعت الشستوزوما تتميز انها الديل بتاعها مشقوق فبايفركيتد تيل، والسركاليا نفسها مش انسيستد ميتا سركاليا، لا السركاليا نفسها هي الانفكتيف ستيج، وبتحصل الانفكشن عن طريق الانفيجن او البنتريشن بتاع الايه السكن بتاع الهوست. بالنسبة للشستوزوما مانسوني احنا هنتكلم عن الشستوزوما مانسوني وهنقارنها بباقي الانواع الشستوزوما، لان طبعا هما متشابهين في اجزاء كتيره، احنا هنقول الاجزاء المختلفه ما بينهم، لكن بناخد الشستوزوما مانسوني في البدايه ونقارن بيها. الشستوزوما مانسوني بتسبب مرض اسمه انتستاينال او انتستينال شستوزومييزس، يعني البلهارسيا اللي بتصيب الايه الامعاء. بتبقى موجودة فين بقى؟ يعني الشستوزوما مانسوني ديت الجيوغرافيكال ديستريبيوشن بتاعها فين؟ هي موجودة في عندنا في مصر، موجودة في أكتر في منطقة الدلتا ومنطقة الوادي بتاع النيل، لكن الوادي لحد منطقة أسيوط تقريبا. موجودة في أفريقيا في أماكن كتيرة من أفريقيا برضو، وموجودة في أمريكا الجنوبية. يبقى دي الأماكن الموجودة فيها شستوزوما مانسوني. بالنسبة للمورفولوجي بتاع الشستوزوما دي رسم توضيحي بيبين انا عندي ادي الميل شستوزوما اهو، الميل ده فلاتند، لكن بيحصل ان ال بيحصل فولدنج كده، الفولدنج ده بتاع المارجنز بتاعته لاترال مارجنز، بتعمل قناة، القناة دي بنسميها جاينيكوفورك كانال، بيشيل فيها الفيميل اللي هي سلندريكال دي الفيميل، في اجزاء باينه منها اهي، وبيبقوا الاثنين الميل والفيميل ماشيين مع بعض في البلاد ستريم. الميل بقى لما بنيجي نتكلم عليه هنلاقي انه حجمه بيكون 8 في 1 ملي، يعني هو ما كملش 1 سنتي. الشيب بتاعه بنلاقي زي ما قلنا ان اللاترال مارجنز بتاعته ديت حصل لها فولدنج، امتنت على بعضها كده زي ما تجيب ورقة وتتنيها بس كده، فيبقى في عندك قناة جوه في الايه مكان ما حضرتك تنيت الايه الورقة دي، فبنسميها الجاينيكوفوريك كانال. دي بيشيل فيها الفيميل.
التيجيومنت اللي هو مقصود بيه زي الجلد، الجلد بتاع الشتزوما مانسوني بيتميز ان هو عنده زي ما احنا شايفين في الرسمه دي انه عنده تيوبيركلز، يعني حاجات نتوءات كده، نتوءات خشن، هو خشن الجلد بتاع الشتزوما مانسوني بيبقى خشن و كورسلي تيوبركليتد، يعني التيوبيركلز بقى اللي هي النتوءات ديت كبيره باينه وواضحه. عنده طبعا سكرز، السكرز بيبقى فيه عندنا اورال سكر وعندنا فنترال سكر، ده الاورال سكر وده الفنترال سكر. الفنترال سكر بيبقى اكبر من الايه الاورال شويه. الجينيتال بور بتاع الميل بيبقى موجود جاست بوستيرو، ادي الجينيتال بور اهو جاست بوستيرو للايه للفنترال سكر، يعني ورا الفنترال سكر على طول. لما نشوف بقى الالمنتري كانال اللي هي الانتستين بتاعته مثلا، بنقول ان هي دي ادي اهي حصل لها انقسام مره وبعدين حصل لها تاني ريونيون تحت التاني وعملت ايه البلايند سيكم، ده اللي هو بيبقى بيكمل لحد نهايه الايه البرازايت. مكان الريونيون ده مهم جدا، بيعرفنا الشيزوزوما دي هي مانسوني ولا هيماتوبيوم ولا هيجمونيكم. ففي المانسوني بنلاقي الريونيون ده بيحصل فين؟ بيحصل في الانتيرور ثيرد بتاع البادي، في الجزء في الثلث الامامي من الجسم، في الثلث الامامي من الجسم. فدي مهمه عشان بنعرف بيها الايه النوع الشيستوزوما. عدد التستيس في الشيستوزوما مانسوني بيبقوا تقريبا من 6 ل 9، والافريج تقريبا بيبقى 8. ده مكان التستيس بيبقى في المكان ده، ويبقى عددهم كده متجمعين مع بعض، وبيبقوا عددهم زي ما قلنا كده من 6 ل 9. بالنسبة للفيميل، أما نيجي نتكلم عن الفيميل، طبعا الفيميل دي في الرسمة اهي، السايز بتاعها تقريبا 14 × 15 ملي متر. الشيب يعني هي تقريبا أكتر من سنتي اهي، فباينة الشيب بتاعها. احنا زي ما قلنا ان هي مش فلات، لا ده هي سلندريكال، طبعا اطول بكتير من الميل. الجلد بتاعها او التيجيومنت بيبقى ناعم سموث، ما عليهوش التيبركلز الموجوده في الميل. والسكرز الممصات بتاعتها بتبقى الديفلوبد، يعني مش متكونه كويس. الالمنتري كانال هي نفسها زي الميل. والاوفري مكانه فين بقى؟ احنا قلنا ان الريونيوم بتاع الانتستاينال سيكا في الشتوزوما مانسوني موجوده في الانتيرور ثيرد، فمكان الريونيون هو نفسه مكان الايه الاوفري. فنلاقي الاوفري موجود برده في الانتيرور ثيرد بتاع البادي قدام اليونيون على طول بتاع السيكم دي. يبقى حفظنا مكان السيكم الريونيون، هنعرف على طول مكان الاوفري. طيب بعد كده اليوترس، بما ان الاوفري موجود قدام كده، فاليوترس اللي هيكمل هيبقى قصير زي ما احنا شايفين كده، يعني المسافه دي هتبقى قصيره، فهو اليوترس هيبقى ايه قصير شورت. والفيتلاين جلاند، الفيتلاين جلاند بتبقى موجوده على الجزء الاخير من الايه من السيكوم ده، فكل ما هيطول كل ما هيكون الفيتلاين جلاند اللي عليه كتيره، فبالتالي الفيتلاين جلاند تبقى ايه نيومرس، يبقى هو لان الجزء ده هيبقى طويل فهيبقى نيومرس البيتلاين جلاند. ده طبعا تحت الميكروسكوب بنشوفها بالمنظر ده. ده الشيزوما، ده الادلت ميل، وده الايه الميل مع الفيميل اهو، ده بالمنظر ده. وده الايه ميل والفيميل برضو بنفس الطريقة. احنا خلاص عرفنا الشيزوزوما مانسوني، هنفرقها من الشيزوزوما هيماتوبيام والشيزوزوما جابونيكام، بس من حيث المورفولوجي هنشوف ايه الفروق. بس الميل السايز بتاع الشيزوزوما مانسوني هو اصغر واحد فيهم، الهيماتوبيام متوسطه، والجابونيكام حوالي 15 ملي متر. طبعا بنحفظ الارقام دي. بعد كده التيجيومنت، هنلاقي ان ده عليه كورس تيوبركلز، التيوبركلز اللي عليه النتوءات اللي عليه كبيرة واضحة، لكن هنا هنلاقيها فاين تيوبركلز يعني خفيفة كده. والجابونيكا ما عندوش خالص، فري اوف تيوبركلز، ما عندوش اي تيوبركل.
ده الفروق ما بين الايه الميل و في الانواع الثلاثه. بالنسبه للفيميل هنلاقي برضو الحجم بتاعها، انا هنا تقريبا كان 15 ملم او 14، هنا 20 وهنا 22 ملم. مكان الاوفري بقى مكانه فين؟ احنا قلنا مكانه هو نفس مكان الريونيون بتاع الانتستاين سيك، فهنا في الانتيرو ثيرد اوف ذا بودي، لكن في الشيستوما هيماتوبيان بيبقى في البوستيرو ثيرد اوف ذا بودي، البوستيرو ثيرد اوف ذا بودي. والشيستوما جابونيكم هنلاقيه في الميدل اوف ذا بودي، في نص الجسم بالظبط. يبقى دلوقتي عرفنا مكان الريو، مكان الاوفري هو نفسه الموجود في الايه، في مكان الثيكال ريونيون يعني اتحاد الايه الثيكم تاني. بعد الميل والفيميل بنبدا نتكلم على الاجز، بيحطوا اجز، الاجز دي بتبدا تنزل في الستول او في اليورين على حسب نوع الايه، نوع الشيستوزوما. ففي الشيستوزوما مانسوني هنلاقي الاج عباره عن ايه، اي اج احنا بنتكلم فيها عن سايز وشيب وكلر وكونتنت، بس احنا هنتكلم كمان عن سبيسمن يعني العينه اللي هتبقى موجوده فيها الاج شكلها ايه. ده رسم توضيحي برضو. هنا طبعا الاج شكلها ايه، كله شكلها اوفل تمام. بعد كده السايز بتاعها بقى، هنا دول بيبقوا ده تقريبا نفس الحجم 140 في 60 مايكرون، لكن في الشيستوزوما جابونيكوم هنلاقيها اصغر شويه، نفس الحجم 60 ماشي، بس في نضربها في ايه، في 90 مايكرون حجمها اصغر شويه. طيب الشيب احنا عرفنا كلهم اوفل، لكن اوفل بقى هنا عندها ايه مميز، لها لاترال سباين يعني سباين من الجنب، شوكه من الجنب. هنا في الشيستوزوما هيماتوبيان شوكة طرفية يعني تيرمينال سباين، لكن هنا في الجابونيكوم هنلاقيها ان هي عبارة عن سمول لاترال بروسيس يعني حاجة كده صغيرة خالص، مش ايه او تيوبيركل صغير خالص كده، مش ايه، مش سباين واضح وشوكة واضحة كبيرة كده. لونهم كلهم ترانسبيوسن شفافين، والكونتنت بتاعتهم ميراسيديوم يعني الجنين اسمه ميراسيديوم. العينة بقى الشيستوزوما مانسوني والشيستوزوما جابونيكوم دول بيسببوا انساينال شيستوزوميزيس يعني بيعملوا شيستوزوما اللي هي في الامعاء، لكن الشيستوزوما الهيماتوبيان بتعمل شيستوزوما بتاعه الجهاز البولي، فبتبقى العينه موجوده في اليورين، لكن هنا العينه بتبقى استول وهنا برضو بتبقى استول. ده منظر الايه. طبعا احنا عرفنا خلاص مين اللي لها لاترال سباين، لها لاترال سباين هي طبعا اوفال اهي وجواها ميراسيديوم، وده اللاترال سباين بتاعها يبقى ده شيستوزوما مانسوني. طيب مين اللي لها التيرمينال سباين، السباين من الجنب من ال من ال بوستيريور اند، من هي الشيستوزوما هيماتوبيا. باقي مراحل اللايف سايكل بيبقى عندنا طبعا الايج بيحصل لها هاتشنج بيطلع منها ميراسيديوم وبيطلع سبوروسيست، واحنا اتفقنا ان مفيش عندنا ريديا ستيج في الشيستوزوما، فالمراحل دي بتبقى شبه المراحل الموجوده في الفاشيوله اللي اخدتوها قبل كده. بعد كده السركاريا، السركاريا طبعا بتكون جسمها من بودي وتيل، التيل بيتميز في الشيستوزوما ان هو بيتقسم كده او بيتشق بيبقى بيفيد تيل او بايفركيتد تيل، فعشان كده بنسميها فوركو سيركا سيركاريا. السركاليا كمان بتتميز ان هي عندها 5 بيرز يعني خمس ازواج من الايه، من الجلاندس، الجلاندس دي بتبقى موجوده في المنطقه دي وبتبقى اسمها بنتريشن جلاند، بتساعدها ان هي تعمل بنتريشن. طبعا هي عايزه تعمل بنتريشن لايه، تخرم ايه او تدخل في ايه، في الجلد، فبتساعدها ان هي تدوب الجلد ده وتدخل فيه. بعد كده المرحلة اللي بعد السركاريا ان بيحصل ان التيل ده بيفقد واتبقى عندي الجزء اللي هو الهيد دي بس، فبنسميها شوستوزوميولام. الشوستوزوميولام دي بتبقى لارفال ستيج صحيح، لكن هي بتبقى تقريبا مورفولوجيكالي كأنها سركاريا وفقدت الديل بتاعها، تيل لس سركاريا. ده الصوره بتوضح السركاريا، ده طبعا ادي الهيد وادي التيل، وادي التيل في النهايه بيحصل له ايه، بيتشق نصين كده فبيفد تيل، ده بنسميها الفوركو سيركا سركاريا اوف شيستوزوما.
شفتوزوما عموما، لان التركيبه بتاعت الشفتوزوما كلها شبه بعض. لما نيجي نتكلم عن اللايف سايكل بتاعت الشفتوزوما لما نيجي نتكلم عن اللايف سايكل بتاعت الشفتوزوما هنتكلم عنهم كلهم مع بعض، لان هما تقريبا نفس اللايف سايكل، لكن بيبقى في بعض الفروق البسيطه اللي هنقولها برضو اثناء ما بنقول اللايف سايكل. في البدايه احنا عندنا الميل والفيميل عايشين فين. الميل والفيميل شيستوزوما مانسوني بيبقوا عايشين في الاورده بتاعه الامعاء الغليظه. الشيستوزوما جابونيكوم بتبقى عايشه في الاورده بتاعه الامعاء الدقيقه السمول انتستن، يبقى هنا اورده اللارج انتستن، هنا اورده السمول انتستن. طيب الشيستوزوما هيماتوبيوم دي بتاعه الجهاز البولي بتبقى عايشه فين؟ بتبقى عايشه في الاورده الموجوده حوالين الايه المثانه، الاورده بتاعه اليورينري بلادر. يبقى هنا في الفيزيكال فينز اوف يورينري بلادر، وهنا في الميزنتريك فينز بتاعه اللارج انتستن، وهنا في الميزنتريك فينز بتاعه السمول انتستن. بعد كده الميل والفيميل بيبداوا ان هو ماشيين مع بعض كده ضد تيار الايه الدم، ماشيين ضد تيار الدم يعني عكس اتجاه الدم. بيفضلوا ماشيين لحد ما الاوعيه الدمويه تكون حجمها ضاق عليهم، مش قادرين خلاص ان هم يعدوا هما الاثنين مع بعض. بتبدا الفيميل دي تنفصل عن الميل، وبعدين هي تمشي لان هي ارفع منه شويه، فبتمشي بعديه بشويه برضو ضد تيار الدم، لحد ما خلاص توصل ان خلاص يعني ما بتعديش اكتر من كده. تبدأ تحط الاكس بقى، طبعا احنا عارفين الاكس بتختلف طبعا للايه لنوع الشيستوزوما، فبتحط الاكس، وبعدين الاكس ديت بتبدأ ان هي السباين بتاعها بيبقى دايركتد بوستيريور يعني باكورد. بعد كده الاكس دي موجوده في الوعاء الدموي اهي، بتبدا الاكس دي تحصل لها ايه، تبدا تخرم في الوعاء الدموي وتعدي منه وتدخل على الايه، هي دلوقتي موجوده في الوول بتاع الايه بتاع السمول انتستين او لارج انتستين او يورينال بلادر، وتعدي من الميوكوزا الجدار بتاع الاورجان اللي هي موجوده فيه، وتنزل بقى في اليومن بتاع الانتستين او اليومن بتاع اليورينال بلادر وهكذا. هل كل الاجز اللي نزلت اللي حطيتها الادلت ديت هتقدر تعدي المسافه دي وتنزل في اليومن؟ لا، 50% بس من الاجز اللي اتحطت هي اللي هتقدر تعدي وهتنزل بقى سواء كده في البول او في البراز. طب الباقيين، الباقيين جزء منهم بيفضل في الدم وبياخدوا الدم بعد ما يمشي بقى الميل والفيميل ويرجعوا لأماكنهم، بياخدوا الدم ده وياخدوا ويمشيه لحد ما يروح بيه عند الايه عند الليفر، او يروح بيه على السيستميك سيركوليشن يتوزع في الجسم بتاعنا ومكان ما يرسى بقى يعني مكان ما هيكون موجود. والجزء التاني بيفضل موجود في الوول يعني خلاص مش عارف يعدي ينزل في اليوم، فقعد موجود في الايه في جدار الامعاء او في جدار اليورينال بلادر. بعد كده اللي هيكمل لايف سايكل ده اللي هيسبب المرض، يعني الجزء اللي من الاجز اللي فضل جوه جسم الانسان وما نزلش ده اللي مسبب لنا المشكله واساس المشكله بتاعه الشيستوزوم في جسم الانسان ده. لكن ازاي تكمل اللايف سايكل؟ احنا هتكمل اللايف سايكل بالجزء اللي نزل في البول او نزل في البراز. فبعد الاكس دي ما بتنزل في البول او في البراز لازم ان هي تنزل في ميه عذبه. بعد ما نزلت في الميه العذبه بيبدا ان الاكس دي يحصل لها هاتشنج وتطلع منها الجنين بنسميه ميراسيديوم. الميراسيديوم بعد كده بيلاقي القوقع بتاعه اسنيل. الاثنين بيختلف عن طبعا برضو ليه نوع الشيستوزوما، لو هي شيستوزوما هيماتوبيوم هتبقى بولينوس ترانكيتس، لو هي شيستوزوما مانسوني هتبقى بايموفلاريا الكسندرينا، ولو هي شيستوزوما جابونيكوم هيبقى الانكو ميلينيا. جوه السنيل ده احنا عارفين ان السنيل فيه حاجه سوفت تشو الكائن اللي جواه، جوه الكائن ده بقى بيبدا ان هو يعمل ايه،
الميراسيديم ده بيتغير في الشكل ويبقى سبوروسيست، والسبوروسيست بعد كده تتحول لدوتر سبوروسيست، يعني بتتغير في الشكل. ما عندناش ريديا، ما بنقولش ريديا في المرحلة دي خالص. بعد كده الدوتر سبوروسيست بتطلع لنا السركاريا، والسركاريا هي دي اللي تمشي في المية كده وتطلع تقف عند السطح بتاع المية، بتكون موجودة قريبة من السطح بتاع المية منتظرة ان اي انسان يجي ينزل في المية دي. الانسان ينزل في المية بيعمل ايه؟ بتحس بدرجة حرارة جسمه، بتحس بالفايبريشن اللي هو بيعملها، بالاهتزاز اللي بيعمله في المية، فعلى طول بتيجي بتقرب من الجلد بتاعه، ده الجلد اهو، وبعدين تبدأ تعمل بنتريشن. طبعا احنا عارفين ان عندها بنتريشن جلاند، بتخرم في الجلد، بيعدي منها بس الايه، الراس بتاعت السركاريا اللي هي بنسميها الشيستوزوميرام بعد كده، والديل ما بيعديش او بتفقد الديل. بعد كده هي دخلت خلاص جوه جسم الانسان تحت الجلد سبكوتينيوس. الشيستوزوميرام دي بتبدأ ان هي تعمل ايه، بتبدأ تلف تحت الجلد فترة، ويعني لحد ما تقدر ان هي توصل للدم. بعد كده ان هي بتروح بعد كده للايه، لللونج، بتاخد الموضوع ده حوالي من 3 ل 4 ايام عشان توصل لللونج. المرحلة دي ان هي بتلف كده في الجسم لحد ما ايه، توصل للايه، للمكان اللي هي رايحاه. بعد كده هي برضو بتفضل في اللنج 3 ل 4 ايام دول. بعد كده هي بتروح على الايه، على البالمونري كابيلاريز، وبتوصل للليفر. مش لازم تبقوا عارفين ازاي وصلت للليفر، لكن هي في النهاية بتوصل للليفر، وبتبدأ يحصل لها ماتوريشن، يعني تنضج بقى، وتبقى عندنا ميل وفيميل. الميل والفيميل الادلت شستوزومة، ميل وفيميل بيتغذوا على الهيموجلوبين، بيتغذوا على جزء اللي هو الجلوبين اللي هو البروتين بتاع الهيموجلوبين، وبيعملوا ريجرجيتيشن للايه، يرجعوا الهيم اللي هو الجزء اللي فيه الحديد. بعد كده مجرد ما بقوا سيكشوال ماتيور، بيمشي الميل والفيميل دول مع بعض، ويعملوا مايجريشن، وبرده ضد تيار الدم، ويبداوا ان هما يروحوا ل ده في الهيباتيك بورتال فين، ولحد ما يوصلوا للمكان او يستقروا في المكان الهابيتات بتاعتهم اللي هي الاورده بتاعه الايه، السمول او اللارج انتستين او اليورينال برادر حسب نوع الشيستوزوم. يبقى كده احنا وصلنا تاني للهابيتات اهو، يبقى خلاص كده خلصت اللايف سايكل. الموضوع ده بياخد قد ايه على ما تبدأ ان من بداية العدوى، على ما تبدأ ان هي تحط اكز بقى وتظهر لنا الاكز بقى، ده بياخد حوالي من 5 ل 8 اسابيع، يعني حوالي شهرين من بعد ما تعدى الشخص ده ونزل المية يبدأ بقى يظهر الاكز دي في الايه، في الستول بتاعه او في اليورين بتاعه. هنفرق بقى ما بين الشيستوزوما مانسوني وهيماتوبيام وجابونيكوم من حيث اللايف سايكل. احنا عرفنا الهابيتات خلاص قلناها، دول في الانفيرو ميزنتريك، يعني الاورده بتاعت مين، بتاعت اللارج انتستين. دي في الفيزيكال والبلفيك فينس بلكسس اللي هي الاورده بتاعت اليورينري بلادر، وهنا في السوبيريور ميزنتريك فينس بلكسس اللي هي بتاعت مين، السمول انتستين. في عندنا ديفينيتيف هوست، الانسان هو ديفينيتيف هوست كله. هل في عندي ريزرفوار هوست؟ هل في حيوانات تانية بتصاب بنفس المرض اللي هو الشيستوزوما؟ هل في حيوانات تانية بيجي لها البلهارسيا المعوية؟ في حيوانات تانية بيجي لها بلهارسيا معوية من نوع الشيستوزوما مانسوني زي المونكي والرودنت، لكن مفيش حيوانات بيحصل لها الشيستوزوما هيماتوبيوم. في حيوانات بيحصل لها الشيستوزوما جابونيكوم، الراتس والكاتل والبيجز والدوجز بيبقوا ممكن يحصل لهم مرض البلهارسيا المعوية اللي هي جابونيكوم. وعرفنا السنيل انترميتد هوست، هنا اسمه البايموفلاريا، وهنا اسمه بولينس ترانكيتس، وهنا اسمه الانكو ميلانيا سبيشيز. يبقى ده احنا عرفنا الفروق ما بينهم في اللايف سايكل.
خلاص احنا عرفنا الهابيتات بتاعة الشيزوما مانسوني وعرفنا مين الهوست بتاعتها. عموما بقى في باقي في الشيزوما بقى عموما برضو مين الدايجنوستيك ستيج اللي احنا هندور عليها ونشخص الايج، الايج اللي نازله في الستول او نازله في اليورين على حسب نوع الشيزوما. ايه الانفكتيف ستيج، الشخص اتعدى بايه، اتعدى بالفوركو سيركا سيركاريا. ايه هي المود اوف انفكشن، تعدينا ازاي، تعدينا بسكين بنتريشن يعني لازم انها تخترق الجلد. تمام. طيب المرض اللي بتسببه الشيستوزوما لازم نكون عارفينه، بنسميه شيستوزوميزيس. بيختلف قلنا نوعه، يا اما ان هو بالهرثة معوية، دي بتبقى كوزد باي شيستوزوما مانسوني او شيستوزوما جابونيكوم، الاثنين دول بيسببوها، او ان هي يورينري شيستوزوميزيس اللي هي بالهرثة بتاعة الجهاز البولي، ودي بتبقى بتسببها شيستوزوما هيماتوبي. لازم نبقى عارفين برضو ان الشيزوما جابونيكوم لما بتسبب بالهرزي معوية بتكون اشد من الشيزوما مانسوني، يعني مور سيفير عن الشيزوما مانسوني في المانيفستيشن بتاعتها. يبقى عندنا هنتكلم الاول عن البلهارسيا المعوية انتستاينال شيزوميزيس. هنقول ان المانيفستيشن بتاعتها او الاعراض بتاعتها بتنقسم ديفايدد according to the stage of infection. احنا عرفنا ان احنا دلوقتي في مراحل، يعني البلهارسيا كده مش هوب دخلت على الجسم يبقى خلاص الاعراض هي واحده من اول ما يدخل من اول يوم، لا الاعراض هتختلف طبعا للشخص ده هو في المرحله ايه. فهنلاقي في مراحل كده early، مرحله لسه بدري في الاول. اول حاجه خالص اول ما نزل في الميه ودخلت في جسمه السيركاريا، الشخص ده بيحس بايه، بحاجه بيحصل عنده حاجه اسمها سيركاريال ديرماتايتس، يعني التهاب في الجلد نتيجه لاختراق السيركاريا دي للجلد. فبيظهر عنده اعراض ايه في مكان البنتريشن، هيهرش، اتشنج، هيحصل له حاجه زي قرص الناموس كده اسمها بابيولار ايربشن، يبقى هيهرش وهيحصل له ايه الايربشنز اللي حاجات هتطلع له كده زي الايه قرص الناموس. طيب بعد كده المرحلة اللي بعدها احنا خلاص دي وهي الشيستوزوما بتحصل لها بيعمل بنتريشن كده اول ما طلع من المية كده وبعدها على طول. طيب بعد كده لما فقدت بقى الديل وبقت عمالة تعمل مايجريشن ماشية بقى في تحت الجلد وماشية رايحة لللونج، بتعمل بقى اعراض. فمايجريشن لللونج انها راحت لللونج، في الرئة بتاعته هيقوم يحس ايه، يحس بايه، يحس بشوية التهابات في الرئة، تظهر عليه في صورة سخونية، كحة، ممكن يكح دم بس يكون يعني ايه حاجة بسيطة كده. بعد ما وصلت للليفر بتاعه يقوم يحس ان في عنده وجع في منطقة الليفر، تندر هيباتو ميجالي، يعني الليفر تضخم شوية وبقى بيوجع. ده بالنسبة للايه للكلينيكال اسبكت بتاعت المرحلتين دول. بعد كده في عندنا مرحلة اسمها acute schistosomiasis. الacute schistosomiasis دي بيحصل بقى خلاص هو وصلوا للليفر خلاص، فبدأوا يبقوا ماتيور، يعني وصلوا خلاص ان هم بقوا ماتيور ميل وفي ميل، وهيمشوا ضد تيار الدم ويروحوا للمكان بتاعهم اللي هيحطوا فيه الاجز. فبداية ان هم يحطوا الاجز دي طبعا دي مشكلة، لان طبعا دي اجسام غريبة بتتحط في الجسم، فالجسم بيتفاعل ضدها ويبدأ يظهر عليه سخونية، يظهر بقى هنا الرياكشن بيبقى شديد شوية، سخونية، وجع في البطن، إسهال، تضييق في الصدر، حساسية على الجلد، أرتكاريا، يبقى الدم بتاعه فيه إيزونوفيليا كتير، بعض الأحوال بيبقى فيه انلارجمنت للليمف نودز بتاعته، العقد الليمفاوية مع انلارجمنت للليفر والسبلين، هيباتو سبلين وميجالي. وده بنلاقوا ان الاعراض ده هي او بيسموها الكتاياما سيندروم، لقوا ان هي بتبقى اكتر واوضح في الشيزوما جابونيكا اكتر من الشيزوما مانسو. بعد كده ده كانت المرحله الايرلي. عندنا بقى المرحله الليت. المرحله الليت ديت بيبدا يبقى في عندي كرونيك بقى. كرونيك يعني ليه؟ الكرونيك انستاينال شيستوزوميزيس وكرونيك هيباتوس بلينك شيستوزوميز، يعني بيبقى ايه اللي بيحصل في الامعاء وايه اللي بيحصل في الكبد والايه والطحال. اللي بيحصل في الامعاء ان قلنا احنا قلنا ان في جزء من
الايجز اللي طلعتها الادلت فيميل دي مش هتقدر تعدي وتنزل في البراز، فبتبقى موجودة في الوول بتاع الامعاء في الجدار. فوجود الايجز دي في الجدار بتاع الامعاء هيبقى فيه مشكلة، ان هيبدأ يظهر عندي مانيفستيشن على الشخص ده. هتظهر عليه في صورة ايه؟ الاول ان اثناء ما الايج دي بتنزل، هي طبعا عماله تخترق في الجدار بتاع الامعاء. اختراقها ده بيعمل شويه دم بينزل في البراز، بيعمل اريتيشن للوول بتاع الامعاء نفسها، فبينزل ميوكس، ففي عندي اسهال في صوره موجود في بلاد وميوكس، ودي بنسميها ديزنتري. يعني اي ضياريه معاها بلاد وميوكس بنسميها ديزنتري، ده اسمها شيستوزومال ديزنتري. في المرحله اللي بعد كده اللي هي الهيباتوسبرينيك شيستوميزيس، احنا عرفنا ان في بعض الاجز هترجع تاني في الدم وتروح للايه، تتوزع بقى وتروح. اساسا احنا عارفين الدم بتاع الامعاء بيروح على طول على الليفر، فهتروح في الليفر، يبدا الجسم يتعامل ضدها ان هي حاجه غريبه عنه، فيبدا يتفاعل ضدها ويكون حاجه اسمها جرانيولوما. جرانيولوما يعني مجموعه من الخلايا المناعيه بتحاوط الايه دي، محاولة منها ان هي تعمل ايه، ان هي ده جسم غريب فاحنا بنحاوطه نتفاعل ضده. لكن في الحقيقة ان ده بيبقى مشكلة كبيرة جدا للهوست ده بعد كده. ليه؟ لان بيبدأ الجسم بعد ما تفاعل ضدها وكل حاجة، يبدأ ان هو بقى يتخف. ازاي هتخف؟ ازاي بقى التفاعل ده؟ بان هو يعمل تليف، فيبروزس. الفيبروزس ده هو ده اساس المشكله، لان طبعا الفيبروزس لما بيضغط على الاوعيه الدمويه فبيعمل لها زي انسداد كده في الاوعيه الدمويه، اوبستراكشن للبورتال فينوس برانشز، وبالتالي فبتقل بيزود الضغط جواها، فبيحصل بورتال هايبرتنشن، بقى في عندي ضغط عالي جوه الاورده دي، وده بيؤدي في النهايه لتضخم في الكبد وتضخم في الطحال، هيباتو سبلينو ميجالي. طيب ده المرحله الليت. المرحله اللي بعد الليت ان يحصل الشخص ده كومبليكيشن بقى، المشاكل اللي هتحصل له. المشاكل اللي هتحصل له ان الطحال التضخم ده وظيفته زادت شويه، بقى عنده هايبر سبلينيزم، فده ادى لايه؟ ادى ان حدوث انيميا وحدوث نقص في الصفائح الدمويه، بقى عند الشخص ده ثرومبوسايتوبينيا. برضو نفس الحكاية، التليف اللي حصل كده حوالين البورتال فينز أدى لأن يحصل مشاكل في الليفر. هو في البداية ما بيكونش فيه مشاكل في الوظيفة بتاعة الكبد، لكن في النهاية بعد ما بيحصل كونجيشن وبيحصل فيبروز جامد والكلام ده، بيأثر برضو على وظيفة الكبد وممكن يؤدي لهارت لهيباتيك فيلير. برضو البورتال هايبرتنشن بيؤدي لان يتكون عندي دوالي المريء. دوالي المريء ديت اللي هي اوسوفجيال فيرسز، ده بتؤدي وشخص بقى يبدا يرجع دم ويحصل له حاجه مميته، هي الفيتال هيماتيمسيس. برضو بعد الاكد ممكن ان هي تروح في السيستميك سيركوليشن وتوصل بقى لللونج وتوصل للتي ان اس وتعمل امبولاي وتعمل مشاكل كبيره جدا، والشخص ده ممكن يحصل له حاجه اسمها اسايتس، يعني استسقاء في البطن. البطن تبقى مليانه بسائل في منطقه البريتونيال كافيتي بتاعته، وده بيبقى نتيجه لنقص البروتين، لانه بيفقد بروتين، يفقد البروتين مع الدم اللي بينزل مع البورتال هايبرتنشن اللي حاصل. كل ده يسبب انه يحصل له ايه، استسقاء في البطن اللي هي الاسايتس. دي المشاكل اللي ممكن تحصل من الشيزوما المعوي. طيب بالنسبه للشيستوزوما بتاعه الجهاز البولي اللي هي يورينري شيستوزوميزس، الاعراض بتاعتها نفس الحكايه، بتنقسم لمراحل برضو على حسب المراحل بتاعه الانفكشن. وعرفنا ان احنا عندنا بنقسمها الايرلي وليت والكومبليكيشن، دي بتأفكت الجهاز البولي. فهنقول بقى ايه، اول حاجه عندي برضو نفس الحكايه، هي بتخترق الجلد فبقى عندي الدرماتيتس اللي بتحصل. بعد كده الشيستوزوميلا دي بتمشي في تحت الجلد وبتروح لللنج، فبيحصل نفس الحكايه اللي هي مشاكل بتاعه الشيستوزوميلر مايجريشن. تالت حاجه اللي هي الاكيوت شيستوميز، لما بتبدا الادلت ميل وفيميل يبداوا يحطوا الايجز،
الميل تحط الفيميل تحط الايجز وتبدا تظهر على الشخص ده الاعراض اللي هي السخونيه والحاجات ديت والرياكشن ده زيها بالظبط. يبقى هنا المانيفستيشن ده ايه؟ هتبقى هي نفسها زي اللي قلناها في الجدول اللي قبل كده اللي هو بتاعه الانتساينال شيزوفرينيا. المرحله اللي بقى اللي هي المشاكل اللي هتحصل ليه او الكرونيك ستيج بتاعت يورينال شيستوزوميز، هنا بتبدا تحط الاجز، وضع الاجز نفسها ونزولها من الجدار بتاع اليورينال بلادر او المثانه، ده بيعمل مشكله في بيخلي الشخص ده ينزل شويه قطرات من الدم خصوصا في نهايه الايه التبول، فبيحصل حاجه اسمها تيرمينال هيماتوريا، يعني وجود دم في البول بس في نهايه الكميه الاخيره. صعوبه في اليورينيشن، يبقى يحصل له ديسيوريا مع كل شويه بقى عايز يعمل عمليه التبول دي لانه حاسس ان في حاجه مضايقاه، فكل شويه فريكوانس يعني كل شويه يروح يعمل يورينيشن. طيب ايه المشاكل الكومبليكيشن بقى ايه اللي ممكن يحصل؟ طبعا الجدار بتاع وجود الاجز في الجدار بتاع اليورين بلادر ده مشكله لانه بيحصل قلنا وجودها والجرانيولوما بتتكون حواليها او الخلايا اللي اتجمعت حواليها بيحصل لها هيلينج ازاي وبتخف ازاي بحاجه اسمها فايبروز. فايبروز ده تليف، فتليف ده بيسد بقى يسد ايه لو حصل حوالين اليوريتر بداية اليوريتر كده يبدأ يحصل ايه انسداد فيؤدي ان الأنبوبة بيتجمع فيها مية اللي هي الحالب وبيتجمع فيها المية وهي مسدودة من تحت، يبقى هيحصل ان الأنبوبة دي هتتوسع صح، فبيحصل حاجة اسمها هيدرو يوريتر شوية شوية والحالب اتسع فتتسع كمان الكلية نفسها تعبي مية ويبقى اسمها هيدرو نفروز. وجود البول ده وتراكمه بالشكل ده بيؤدي لتكوين حصوات اسمها بنسميها يورينري ستونز، ووجود البول متجمع بالطريقه دي برضو يخلي البكتيريا تنمو فيحصل ان في كل شويه يحصل له التهابات في الجهاز البولي للشخص ده بكتيريال، وبرضو نفس المشاكل اللي ممكن تحصل ان من الامبوليزم ان الاجز دي بتروح للسيستمك سيركوليشن لكل الدم وتروح لاي حته في الجسم وتقعد فيها فبتروح على اللانج وتروح على السي ان اس وتعمل مشاكل فيهم. برضو ايه بقى المشكله الفظيعه اللي ممكن تحصل؟ ان يحصل له كانسر سرطان في الايه في المثانه، وده يعني الشيزوما من اهم اسباب بتاعه الايه البلادر كانسر، فدي بتبقى حاجه فظيعه. طيب ازاي نشخص بقى الشيزوما؟ الاول هنقول ازاي نشخص الانساينال شيزوميز، نعرف ازاي ان الشخص ده عنده بالهاريسيا معويه. اول حاجه هو الشخص ده هيجيلي هيبقى عنده مانيفستيشن، هنلاقي ان هو عنده من الهيستوري بتاعه كده ان هو ده انا بنزل في الترعه، ده انا بنزل في الميه، ده انا ان هو مثلا بيزرع في الارض بيبقى مش لابس حاجه في رجله بالطريقه دي. بعد كده ويقول ان انا بشتكي بقى انه عنده دم في البراز او عنده دم في البول لو هي شيزوما هيماتوري. فيبقى انا عندي دلوقتي ان هو الهيستوري حاجتين مهمين، ان هو بينزل في ميه الترعه مثلا وان هو عنده دم في الايه في البراز بتاعه، ويكون في منطقة انديميك يعني يقول انا في مصر انا في منطقة يكون فيها شيزوما، انا الشخص ده في مكان فيه شيزوما. طيب بعد كده نقوم يبدأ الدكتور يقول له طبعا هنعمل تحاليل، التحاليل ديت ايه؟ اول حاجة ان انا اقول له طبعا انا عايزة تحليل براز عشان اشوف الايه الكاركترستيك ايه. تحليل البراز ممكن ان انا الاجز تكون اعدادها مش كافيه ان انا اشوفها كويس جدا في التحليل، فممكن ان انا اعمل تركيز للبراز ده بكونسنتريشن تكنيك زي الفورمول ايثر كونسنتريشن تكنيك، او كمان ان انا ممكن احتاج كمان اجمع البراز ده واقدر ان انا اعد فيه اعمل ايج كاونت واعد الاجز الموجوده في البراز عشان اشوف كثافه العدوى عنده عدوى قد ايه. في حاجة اسمها كاتوكاز ميثود دي بتساعدني في ان انا اعرف هو على الانتنسيتي بتاعة الانفكشن بتاعته قد ايه.
طيب هل مجرد ان انا لقيت الاكس معنى كده ان هو عنده اكتيف انفكشن؟ لا، ده انا لازم اعمل حاجه اسمها هاتشنج تيست. هاتشنج تيست دي يعني ايه؟ يعني لو من الاخر لو الاكس دي بتفقس بيحصل لها هاتشنج يبقى دي فايبل عايشه. طب لو هي ما بيحصلهاش هاتشنج يبقى لا ديت مش عايشه، وان الشخص ده ممكن يكون كان عنده شيستوزوما وتعالج مثلا وفضلت الاكس تنزل شويه، بتفضل تنزل لمده سنه بعد العلاج اكس لكن بتكون ميته. فبنفرق ما بينهم ازاي؟ لو اكس فايبل يعني محتاج ياخد تريتمنت تاني، لكن لو اكس نون فايبل لا خلاص هو متعالج. الفايبل هنلاقيها شفافه، لكن النون فايبل هنلاقيها اوبيك، ما يعني مش باينه، يعني سودة كده مش باينه. طيب الميراسيديوم اللي جواها مش هنا بيبقى باين، الميراسيديوم كلير واضح، لكن هنا بيبقى الميراسيديوم يعني غامق و disintegrated. هنا الفايبل دي بلاقيها حواليها ار بي سيز، لكن هنا ما بلاقيش هنا حواليها كرات دم حمراء، لا نو ار بي سيز. دي لو حطيتها في الميه خففتها بميه هيحصل لها هاتشنج هتفقس، لكن هنا النون فايبل لا دي ما يحصلهاش الهاتشنج، فده هو الهاتشنج تيست. طيب بالنسبه لي في حاجه اسمها كلوزد شيستوزوميز. الكلوزد شيستوزوميز دي عباره عن ايه؟ دي معناها ان الاكز انا الشخص ده عنده شيستوزوما وعنده الانفكشن، لكن انا مش لاقيه اكز خالص في الستول بتاعه. ايه بيكون السبب؟ السبب ده بيكون ان اللي حصل فيبروز شديد قوي في الوول بتاع الانتستين او اليوراين بلادر، لدرجه ان هي منعت نزول الاكز تاني في الستول او في اليورين على الرغم من الانفكشن موجوده. ففي الحكايه دي انا بقدر ان انا اعمل لها ديتكشن ازاي؟ بان انا باخد عينه من التشو، او يعني بتشو بايوبسي او بايمونولوجيكال تيست باختبارات المناعيه. ممكن نحتاج نعمل منظار وناخد عينه من التشو، عينه نسيج وسيجمويدوسكوبي اهو، وناخد منها حته من النسيج بتاع الريكتوم ريكتال سنب، ونشخص بيها ونشوف ايه المشاكل اللي حاصله في الايه في الريكتوم. طيب في حاجه عندنا اسمها اميونو دايجنوزس. احنا قلنا اميونو دايجنوزس ان انا اشوف بقى، بدل ما انا هشوف الايج مش لاقيه الايج، فانا هشوف الانتي بوديز الاجسام المناعيه اللي هي الاجسام المضاده اللي اتكونت ضد الايه ضد الاكس دي. فبنشوف نعمل لها ديتكشن بايه؟ بإلايزا او باي طريقه تانية من طرق الايه الاختبارات المناعيه ديت. بس باخد بالي ان مش معنى وجود الانتي بوديز ان معناه ان في اكتيف انفكشن، لا ده معناه ان هو كان معدي اتعدى بالشيستوزوم، معناه ان هو تعادى بالشيستوزوما، لكن مش معناه ان هي عنده دلوقتي شيستوزوما ولازم ياخد العلاج. طيب ايه الاحسن من ان انا اعمل ديتكشن للانتي بودي؟ ان انا اعمل ديتكشن للانتيجين. الانتيجين ده بقى اللي هو السولوبل ايج انتيجين بتاع الشيستوزوما، لو لقيته معناه ان في عندي اكتيف انفكشن. بعمله ديتكشن في السيروم او في اليورين بمونوكلونال انتي بوديز، ووجوده ان هو بوزيتيف معناه ان في عندي اكتيف انفكشن، وده بيبقى سبيسيفيك جدا وسنسيتيف، الاختبار ده كويس قوي. طب اعمل الحاجات دي الجا لهم امتى؟ الجا لهم في حاله ان هي تكون لسه الاكز ما ظهرتش في الستول، يعني لو الاكز لسه ما بقتش تنزل في الستول او في اليورين. ده يحصل امتى؟ يحصل بقى في الايه؟ في الايرلي، في الانكيوبيشن بيريد، في المرحله الايرلي بتاعه الانفكشن، في بدايه العدوى. احنا قلنا بنقعد حوالي 8 اسابيع، من 5 ل 8 اسابيع لسه الادلت ميل وفيميل ما نضجوش ان هم يبداوا يحطوا اكز، مع ذلك هو عنده الانفكشن، لكن اقدر اعمل ديتكشن للانتيجين بتاعتهم. تاني حاجه المرحله الليت خالص بقى لما يبقى في عندي كلوزد شيستوزوميزس وحصل فيبروزس جامد قوي، فبحتاج ان انا برضو اعمل تشخيص بالاختبارات المناعيه ديت. او في الابيديميولوجيكال ستاديز بقى، لو انا بعمل دراسات وكلام من ده على الناس اللي عندهم الانفكشن. طيب هل في عندي انفستيجيشن ثانيه؟ ايوه في عندي، ممكن افحص الدم فالاقي عنده الايزينوفيلز عاليه في الدم، عنده انيميا، عنده نقص في الصفائح الدمويه، ثرومبوسايتوبينيا، كل الحاجات ديت ممكن تحصل في الشيزوما.
ممكن اعمل اشعاعات، ايوه طبعا اعمل ايميدجينج، ان انا اعمل سونار مثلا. السونار ده يفيدني في ان انا اشوف حالته بقى، حاله الليفر، حاله السبلين بتاعه، الفايبروزيس اللي عنده في الليفر، الهيباتوسبلينوميجالي، البورتال هايبرتنشن اللي حصل عنده، يساعدني ان انا اشوف الكومبليكيشن حصلت ولا ايه. اعمل سيتي سكان وام ار اي، ده لو في حصل افكشن للبي ريبورتر فايبروز برضو، او لو في افكشن للبرين وعايز اشوف ايه المشاكل اللي حصلها في البرين. بحتاج اعمل منظار، ممكن اعمل منظار لو انا بشوف بقى دوالي المريء، ممكن اشوفها واشخصها واحاول اعالجها بالايه، بالمنظار. في بعد كده في عندي موليكولار تكنيكس. موليكولار تكنيكس المقصود بيها ان انا اعمل بي سي ار. البي سي ار ده بيعمل ديتكشن للدي ان ايه بتاع البارازايت، ده بيبقى بشوفه بقى في الفيسز، الستول يعني. وده حساس جدا الاختبار ده، و يعني بيديني نتيجة أحسن، لكن هو مشكلته إن هو أغلى طبعا من الاختبارات العادية. طيب إزاي نشخص اليورينري شيستوزوميزيس؟ طبعا كلينيكال زي ما احنا قلنا، في تشابه ما بينها وبين الشيستوزوما هيماتوبيا او الشيستوزوما مانسوني والشيستوزوما جابونيكا، لكن في بعض اختلافات. كلينيكال طبعا ان احنا هنلاقي ان الشخص ده موجود في انديميك اريا، وبيشتكي من ان هو عنده ايه، وان هو بينزل عنده هيستوري ان هو بينزل في ميه ترعه، ميه انفكتد ووتر. وبعدين بيشتكي بقى من حاجه اسمها تيرمينال هيماتوريا، يعني ان هو بيبقى فيه دم في البول بس في الايه، في نهايه التبول. بعد كده ان انا اعمل ديتكشن، بقول له طب روح اعمل تحاليل. التحاليل دي بطلب منه تحليل ايه، تحليل بول. فبنلاقي ان في عندي الايه، الاكز موجوده في اليورين، اللي هي الاكز اللي لها تيرمينال سباين. ممكن اعمل كونسنتريشن تكنيك، بعمل فلتريشن لليورين ده بممبرين، ممبرين فلتريشن تكنيك. بتاكد ان الانفكشن ديت موجوده فعلا، واكتب بالهاتشنج تيست. لو الاكز حصل لها هاتشنج يبقى زي في الفريش يورين، الهاتشنج ده بيعمله على الفريش يورين زي شيستوسوما مانسوني بالظبط. ممكن اعمل منظار، ايوه اعمل منظار اسمه سيستوسكوب، سيستوسكوبي. ده بيبقى منظار للمثانه، واخد عينه منها من الجدار بتاعها في تشو بايوبسي، وابدا ان انا اشوف التغيرات اللي حاصله فيه. هل في اختبارات اميونو؟ برضو نفس الاميونو، ايوه الانتي بودز والانتيجين هي نفسها زي الشيستوزوما بالظبط مانسوني. انفستيجيشن تانية زي البلاد برضو تشينجز اللي حاصلة فيها زي الشيستوزوما مانسوني. الايمجينج بقى، يعني لو هعمل حاجات اشعاعات، ممكن اعمل اكس راي على الحوض والاقي لو في كالسيفيكيشن، لو في المشاكل اللي بتحصل في اليورينري برادر، ممكن في النهايه الجسم يبدا يحط فيها كالسيوم ويرسب فيها الكالسيوم كده، فتبقى عامله زي الايه، زي تبان لي الجدار بتاعها بالاشعه، لان بقى فيها كالسيوم زيها زي العظم. فيبين لي برضو الستونز، الحصوات الموجوده في الجهاز البولي كده، يعني الحاجات دي بتبان. طيب بعد كده ممكن اعمل انترافينوس بايلوجرافي لو انا عايز اشوف المشاكل اللي حصلت في الجهاز البولي والاوبستراكشن اللي حاصله فيه. ممكن اعمل اشوف الرينال فانكشن برضو، عشان طبعا ده كل ده بيأثر على وظائف الكليه. اعمل اكس راي على الصدر عشان اشوف المشاكل بتاعه الاكز اللي وصلت لللونج ووصلت وعملت بالمونري هايبرتنشن، ونتيجتها ان هي بيحصل حاجه اسمها كور بالمونال في الكورونيك انفكشن، يعني يحصل هارت فيلير نتيجه للاكز اللي وصلت لللونج. ممكن اعمل الترا ساوند واشوف برضو المشاكل بتاعه الاوبستراكشن والستونز الموجوده في اليورينري سيستم. سي تي سكان وام ار اي اعملهم عشان اشوف المشاكل اللي حاصله في البرين لو وصلت له الاكز بتاعه الشيستون. موليكولار تكنيك هي نفسها زي البي سي ار، زي وزي الشيستوزوما مانسوني. علاج الشيستوزوما، احنا بس عايزين نعرف ان في دواء البلهارسيا اللي احنا عارفينه اللي هو البرازي كوانتيل، وهو ده الدراج اوف تشويس. ممكن ان دلوقتي بنستخدم معاه الارتيومايسينين، لان ده بيساعدوا مع بعض، بيشتغلوا على ده بيشتغل على الادلت ستيج وده بيشتغل على الايرلي ستيج بتاعت الشيستوزوما، فالاثنين مع بعض بيساعدوا مع بعض احسن، يعني كومباينيشن احسن من الايه، من كل واحد لوحده. بعد كده انا بتابع العيان ده بتحليل البول وتحليل البراز
عشان كل 3 شهور عشان اشوف هل في لسه فايبل اكز ولا لا، واشوف العيان ده حصل له كيور ولا لا. بالنسبه للبريفنشن وكنترول بتاع الشيستوزوما انفكشن، احنا عارفين ان الشيستوزوما دي كانت اندميك في مصر بطريقه جامده جدا، وكانوا بيعملوا لها برامج بحيث ان هي تعمل نقضي عليها، نحاول نقضي على البلهارسيا باي طريقه. فكان من ضمن البرامج دي ان هم بيعملوا بقى ايه الخطوات بتاعه البرنامج دي، ان هي يعملوا حاجه اسمها ماس تريتمنت للبيشنت، يعني كانوا بيجوا في المدارس ويبداوا ان هم يعالجوا، يدوا الدواء للاطفال، يعالجوا كل العيانين اللي مصابين بالهاريسيا. بابليك هيلث اديوكيشن، نعرف الناس ونعمل لهم توعيه برامج تلفزيون، برامج بتعرفهم المعلومات اللازمه لهم، ان هم يعني ازاي لايف ستايل بتحصل، ازاي بتعيدوا، ازاي يحموا نفسهم، ازاي يعرف انه عنده بالهاريسيا. دي بابليك هيلث اديوكيشن. سانيتيشن، لا ان ممنوع خالص ان نرمي الصرف الصحي بتاعنا على المية بتاعة الترع والمصارف والحاجات دي، لان في النهاية هترجع علينا بالانفكشن دي وهنكمل اللايف سايكل، احنا عايزين نقطع اللايف سايكل. فممنوع خالص ان السويمنج في الاماكن اللي فيها قواقع، ولازم نعمل برضو الصرف الصحي المناسب، ما ينفعش ان احنا نعمل صرف صحي على الايه الانهار. من ضمن برضو الوسائل اللي بنقدر بيها نعمل كنترول للشيستوزوما ان احنا نقضي على القواقع. في 3 حاجات محاور عشان نقضي على القواقع. اول حاجه المحور الاساسي اللي هو environmental control، ان انا بحط لها حاجات او بعمل حاجات في البيئه، بغير حاجات في البيئه بحيث ان هي ما تكونش مناسبه لها، زي ان انا كل شويه اشيل النباتات واشيل الحاجات اللي بتبقى موجوده، نباتات موجوده في الترع، اعمل لها clearance كل شويه. وطبعا احنا بنشوف كل شويه بيشيلوا النباتات الموجوده في الترعه دي، ان كل شويه يعملوا جفاف للترعه بحيث ان الترعه خلاص مبقاش فيها ميه فبتموت السنيلز ديت، او ان هم يعملوا كونستراكشن للترعه اساسا من الكونكريت باسمنت، فده بيبقى مش مناسب خالص للنمو بتاع السنيلز. ان احنا نحط فروع بتاعه النخل وبيتجمع عليها السنيلز وبعد كده نطلعها ونتخلص من السنيلز دي، ده environmental control. البيولوجيكال كنترول، ان انا هحاول ان انا ازرع بعض الشجر مثلا زي حاجه اسمها بلانايتس جيبتيكا، فيها بتبقى ماده سامه بتطلع منها ضد السنيلز، او ان انا احط بقى اربي بط واربي وز وحاجات اللي بتاكل السنيلز ديت، اسماك بتاكل السنيلز زي التليبيا والجمبوزيا، واستخدم او استخدم سنيلز كومبيتيتور معاها، يعني منافسين زي الماريستا والهيليسوما. ده هيليسوما دول بيتنافسوا معاها على الغذاء، فبالتالي التانيين بيموتوا. طيب في كمان كيميكال كنترول، في بعض المواد اللي هي بتموت السنيل. الكوبر سلفيت بيشتغل على الادلت بس، بيموت الادلت سنيل اونلي، لكن الاجز لا، ما مش بيموت الاجز بتاعته، فممكن ان الاجز تاني ترجع تبقى ايه، تبقى ادلت وهكذا. لكن البايلوسايد ده بيأفكت الادلت وبيأفكت الاجز فبيقضي على الاثنين. بيحاولوا طبعا ان هم يعملوا تطعيم ضد البلهارسيا، لكن حتى الان ما وصلناش ان احنا وصلنا لتطعيم كفاءته كويسه ليه لانه يقضي على البلهارسيا. بقى لنا حاجه اسمها سيركاريال ديرماتيتس اللي هي بنسميها الباسرز اتش او السويمرز اتش. احنا عرفنا ان اثناء في مرحله من مراحل العدوى بتاعت الشيستوزوما ان بيبقى في التهاب في الجلد نتيجه للاختراق اللي حاصل بالايه بالبلهارسيا بالسركاريا في المنطقه بتاعه الجلد. السركاريا ديرماتيتس دي احنا طبعا عرفنا ان في الشيستوزوما بيحصل في مرحله كده بيبقى اسمها السركاريا ديرماتيتس، دي بيبقى اثناء اللي هي بيحصل فيها اختراق للجلد بالايه بالشيستوزوميولا وموجوده في الجلد، وان هي بيبدا الجسم يتفاعل ضدها ويعمل التهاب ويبدا يهرش والكلام ده. ففي نوع من الانواع من الشيستوزوما اللي هي بتاعه الطيور وبتاعه الحيوانات، دي ما بتقدرش تعدي عن المرحله دي، ما تكملش في جسم الانسان اكتر من المرحله دي، بتعمل سيركاريال ديرماتيتس بس. فمجرد ما هي دخلت في الجلد بيبدا ان هي بعد كده هي بتموت في الجلد.
وبس الجلد بيتفاعل ضدها وبيعمل تفاعل مناعي ضدها بالتهاب في الجلد، والشخص ده بيبقى جاي بس بالالتهاب في الجلد ده. يعني بيبقوا نازلين يعوموا في المية ديت وبيطلعوا منها بيبدأوا يشتكوا من ايه، من الهرش ان في المية دي بيهرشوا وكده. طيب العلاج بتاعها ايه؟ لو في سكند بكتيريال انفكشن بيحتاج ندي مضادات حيوية، بدي حاجات مضادة للهرش، انتي بريوريتك وانتي هيستامينك، هيستامينك حاجات للحساسية. الكنترول بتاعها طبعا ان هم يمنعوا خالص النزول في المية دي خالص بتاعة اللي فيها التلوث ده، ويعملوا اراديكيشن لكل السنيلز دي محاولات. وبعدين ان هم نعمل جفاف للجلد، مجرد ما طلعنا من المية بننشف الجلد كويس جدا جدا، ده بيديش فرصة للسركاريا ان هي تعمل بنتريشن، لان هي بتحتاج مية عشان تعمل بيها بنتريشن، عن طريقها بنتريشن للجلد. فلو تجفيف الجلد مجرد ما طلع من المية، بعد ما طلع على طول ما يفضلش قاعد بقى بالمية اللي عليه، ده بيقلل خالص فرصة ان هي تعمل بنتريشن للجلد وحكاية السركاريال ديرماتيتس دي. في النهاية انا بشكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.